صحيح. اسمح لي دكتور أحمد وأعتذر عن المقاطعة، نستقبل أيضا هذا الاتصال من سعادة السفير أغوست مفتوح أبي جبريل سفير جمهورية أندونيسيا في المملكة العربية السعودية. سعادة السفير أغوست، أهلا وسهلا بك معنا في ما وراء الحدث، وحقيقة الكلمة والتعليق لك بمناسبة اليوم الوطني 90 للمملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا عزيزي الممدو الكريم. بمناسبة هذا اليوم السعيد وبكل حب واحترام لذكرى 90 اليوم الوطني العظيم لتوحيد المملكة العربية السعودية على يد المؤسس المغفور له الملك عبد العزيز ابن عبد الرحمن آل سعود الذي يصادف 10 و20 من سبتمبر من كل عام، يسعدني ويفرحني من أعمق قلبي أن أتقدم صلاة عن نفسي ونيابة عن حكومة وشعب إندونيسيا بخالص التحاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان ابن عبد العزيز آل سعود وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي سيد الشباب الأمير محمد بن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع وجميع الرجال السعوديين والشعب السعودي المحبوب. بمناسبة هذا اليوم الوطني المجيد حيث تمتزج فيه معاني التلاحم الوطني وشرف خدمة الحرمين الشريفين والعطاء المحدود والتضحية الجسامة لبناء الحاضر واستشراف المستقبل الزاهر بما يؤهل المملكة لقيادة الأمة الإسلامية والعالم. كمحب المملكة السعودية أؤكد أنه ما زالت شعارة اليوم الوطني السعودي منقوشة ومرسومة في أعمق ذاكرتي، وتلك الشعارة الملكية هي وطني هويتي ودام عزك يا وطن ورؤية وطن وللمجد والعليا، وشعار فرحتي هذا العام همة حتى القمة. كخادم على الإندونيسيين المغتربين بالمملكة السعودية وكسفير لأكبر الدولة المسلمة في العالم جمهورية إندونيسيا، من خلال هذا اليوم العزيز على قلوبنا أوجه رسالة محبة وصادقة لتعزيز التعاون والأخوة الذي بدأت تظهر منذ ظهور الرسالة الإسلامية في هذا البلد الأمين، وستكون أقوى وأمتن بمبادرة ولي العهد لأخيه فخامة الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو لرفع رئاسة الاجتماعات الثنائية إلى مستوى رئيس الدولة الذي سيتحقق في العاجل القريب في إطار مجلس تنسيق السعودي الإندونيسي أو السعونيسية، تتويجا على العصر الذهبي اللؤلؤي للعلاقة التاريخية بين البلدين الشقيقين. وفي هذه المناسبة والفرصة المهمة كأطول سفير إندونيسيا زمانا بالمملكة العربية السعودية، أعبر وأؤكد أن جمهورية إندونيسيا تدعم المملكة العربية السعودية لتأكيد الإسلام كالدين الوسطي المعتدل المتسامي، وتأكيد الإسلام كدين السلام والمحبة والإخاء، ووقفت جمهورية إندونيسيا مع المملكة العربية السعودية في مكافحة ومواجهة الأفكار المتطرفة العنفية الإرهابية المسيسة للنصوص الدينية المقدسة. شكرا جزيلا سعادة السفير، وتتحدث اللغة العربية الفصحى أفضل مني ما شاء الله تبارك الله. شكرا سعادة السفير أغوست، أيضا استقبل هذا